على كل الاحوال تعالوا بقى نروح لملف مختلف وحاجه حلوه جدا برضو. امبارح ابطال مصر في الكاراتيه حققوا ميداليات متنوعه في دوره العاب البحر المتوسط، ولغايه دلوقتي حصدت ريم احمد فضيه منافسات وزن 50 كيلو جرام، وفضيه ثانيه لبطلتنا احلام يوسف في وزن 55 كيلو جرام، وايضا حصد عمرو علاء برونزيه منافسات 60 كيلو جرام، ونفس الامر لاحمد لطفي اللي حصد برونزيه منافسات 67 كيلو جرام. حصد كمان عبد الله ممدوح فضيه وزن تحت 75 كيلو، وبكده بيكون رصدنا 5 ميداليات في الكاراتيه، 2 برونز 3 فضه، ولسه ان شاء الله مستنيين الذهب باذن الرحمن في الايام القليله القادمه. بص ده كلام محترم جدا، ولسه احنا عندنا كلام برضو اعلى، بس خلينا نقول عن تاريخ المشاركه في هذه البطوله عشان بحب الارقام جدا. مصر هتشارك للمره او بتشارك للمره 18 في تاريخها كريم بدوره العاب البحر المتوسط، ودي النسخه بالنسبه لها زي ما بقول لحضراتكم بيشارك فيها، النسخه دي تحديدا بيشارك فيها 177 لاعب ولاعبه، وبيضموا او بتضم 19 رياضه، فكريم ذكر البعض منها. لسه احنا عندنا مشاركات عديده جدا، عندنا منتخب اليد كمان خليني اقول لحضراتكم تفاصيل اكتر عنه، هيبدا مشواره النهارده، هيكون قدام ايطاليا، وفي كمان عديد من المنافسات الاخرى في مختلف زي ما كنت بقول لحضراتكم الالعاب الفرديه، سواء بنتكلم اداء جماعي او كمان فردي، ونتائج كويسه جدا اتحققت، زي مثلا لو حد مثال فريق التنس، تنس الطاوله رجال وكمان سيدات حققوا يعني شغل على الارض محترم جدا، وسيدات الطايره امبارح حققوا برضو فوز مهم على مسدونيا او مقدونيا، ومنتخب المصارعه كمان الرومانيه اللي تاهل للنهائيات، انا مش عايزه انسى حد يعني، لكن بجد اداء محترم جدا على الارض بيتم